يعطيكم العافية. لا مش لا 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 ضعبر يلا راسي براسي يلا. عفوا ليش شو عملت؟ لك يا ابني حدا بيدخل يقدم على مسابقة مذيع بقول يعطيكم العافية يلا يلا. أنا آسف كثير أساتذة بس بحكم العادة يعني. على كل حال ممكن بس تعطوني فرصة ثانية؟ ما في داعي اطلع اطلع لبرا بشرفك هذا مدير مذيع. لا لا معلش أساتذة إذا سمحتوا أنا بدي أعطيك فرصة ثانية. رح أعطيك فرصة ثانية يا ابني وإذا بتجاوب على سؤالي بتعتبر حالك تلقائيا صرت بالمرحلة الثانية. بدي تشرح لي باختصار مفيد وبإيجاز غير مخل ما هي على وجه الدقة مهمة الإعلامي. الإعلامي مهمته نقل الحقيقة بمصداقية. يلا 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 بسرعة نقل حالك بشي هداية لبرا يلا. عفواً أستاذ بس هيك نحن تعلمنا وهيك درسنا. لك يا حبيبي هذا اللي درسته بدك تنسى لي إياه كله. النظرية شيء والتطبيق شيء آخر. اطلع روح روح مصداقية. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المنتحنين. ولك ولك دخيل عينك ولك دخيل هالصوت الجهوري ولك شفت 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 ما أحلى ولك هيدا مذيع مذيع حقيقي أبا عن جد. بس هيك تحكي لنا أنت شو خطر على بالك تصير مذيع وأنت خريج اقتصاد؟ الحقيقة أنا الشباب كلهم يعني أولاد عمي وإخواتي أولاد خالاتي كلياتهم هون فقلت لحالي ما رح أطلع خارج السرب. كتير حلوة خارج السرب يا أخي فنان فنان مقبول مقبول هذا مقبول مقبول هذا طبعا مقبول طبعا. سلمني على هيثم وقل له قل له الساعة طلعتها منزوعة مو مزبوطة. أستودعكم الله. الله معك مع السلامة. مرحبا يا اوادم. اطلع اطلع روح. قالوا لي الامتحان شكلي بس مو لهالدرجه. مهضوم مهضوم مش بس يا استاذ باي يا استاذ باي مش اهلا وسهلا. لا لا هات سماعة. لرسل سلامي لسالم ما حدا من العيش سالم ما حدا من العيش سالم وانا فراق بتألم دلوني على حبيبي دلوني على حبيبي. صوته ببرد يا جماعة. شو رأيك أستاذ؟ مش الصوت بده شغل كثير وعم يكثر من الاعرابات وهو عم يغني يعني في اكثر من اعراب مرق وهذا بالنسبه لي انا ضعف نسبه القبول انا بالنسبه لي شخصيا او اتلف. عفوا بس شو قصدك اعرابات؟ قصدك عرب؟ لك يا حبيبي هاي العرب بتكون عند الناس اللي بتعرف تغني بس انت على هذا الصوت يعني عندك عربيات عربيات ما بس عربيات عربيات. لك ابني حتى تنقبل لازم يكون صوتك يقشعر البدن. استاذ بدكم سمعكم شيء ثاني؟ لا مش سمعنا الله سمعنا يعني حاج لازم يعني بيعنا سكودك انقلع لبرا اذا سمحت يلا يلا تعالوا فوق من
واحد مبيج بيجيب كل واحد ابرد ما في الناس مش سلامات اهلا وسهلا اهلا وسهلا أمان 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 يا علي ابعث لي جواب 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 وطمني ترى لا 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 ولو إنه عتاب عتاب ما تحرمني ترى لا 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 ابعث لي جواب 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 وطمني ترى لا 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 إن كنت هويت ونستني وعليا مرعتني ابعت لي جواب وطمني يعني انت بكيتني وبكيت الاساتذه وبكيت كل حدا عنده اذن موسيقيه ودفيتنا صراحه بهذا الصوت الدافي بهذا يعني الجو انا ما بعرف شو بدي اقول فظيع فظيع عن جد انا بحييك وبشد على ايدك وعلى على ايد كل واحد دربك يعطيك العافيه طبعا انا شهادتي فيك مشروح لانك اخي وهذا طبعا يعني بالضروره انه تكون موهوب مثلي ولذلك انا لحيت نفسي عن النتيجه وبترك الامر للساده لا لا شو بتترك لي طبعا مقبول لا جاي بترك لي مقبول يا عم مقبول دافي يا اخي دافي بدفي يعطيك العافيه اهلين 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 مرحبا يا عدوين لا والله لا والله ما بتقول ولا كلمة ولا حرف ولا حرف ولا همسة إذا بتقول ولا همسة أنا بستقيل من اللجنة فورا مقبول مقبول والله مقبول مقبول بدون شيء قالوا لي الامتحان شكلي بس مو لهالدرجة هي يعطيكم العافية ظريف ظريف صاحبك انت لا مش يا اخي بالبيت صلة الدم بتخلينا نقول اوكي ماشي من مرقة بس انه بالحي بالحارة بالمعارف بشبكة العلاقات الله وصى على سابع جار وغالبا الجار للجار واختار الجار قبل الدار وامثال كتيرة ناهيك انه دائرة المعارف رغم انه ما بقى واحد يعرف مين جاره اللي ساكن بوجه بالبناية الا انه موضوع له ابعاد اكبر وخصوصا بس يكون جارك حدا مثلا يعني مثل ما قلنا ما لازم تنقطع عنده الكهرباء او المي يعني حدا هيك وزوز يعني فيك تنكر انه بيكون واسطة لك وللحي كله وبتصير يعني من هالشغلة الصغيرة تطلب وتتوسع باحلامك خصوصا اذا صار في مجال تعرفه مشان يتوسط لك للقبول في لجنة من اللجان المعروفة انت بحياتك ما حبيتيني ولا عرفتي شو يعني الحب انت اصلا ما بتفهمي بهي اللغة انت بتفهمي بلغة المصاري بس على كل حال موفقة بحياتك ان شاء الله بتمنى لك حياة سعيدة الله معك هذا هو أساتذة شكو يعطيك العافية يا ابني بس يعني مش المشهد يعني أوكي ظريف بس الحالة الوجدانية كانت غير منبثقة كعاطفة من الداخل إلى الخارج بانسيابية يعني أنا برأيي أنه في تصنع واضح التصنع كان بالمشهد فيفضل يعني نحن رح نعطيك فرصة بس مش يعني هلأ تروح على البيت تتدرب سنة تنتين ثلاثة يعني تشوف حالك كيف ارتحت بالمشهد وترجع هلا يعني أنا بصراحة ماني حاسس إنه أنت ممكن تكون ممثل أبداً ما فكرة أنا برأيي شوف لك شغلة تانية على فكرة أنا بأيدك أستاذ لأنه التمثيل بتحس بده حالة فطرية معينة وهذا انسان ما له علاقه لا بالفطر ولا بالخس ولا باي نوع من انواع هذا استاذ عم نحكي جد هلا انت حدا ما لك دخل بالقصه على كل حال ممكن
تلاقي اسمك بلجنة لوحة المعلنين، انك تلاقي اسمك قبلان او ممكن تلاقيه مو قبلان. عم نحيرهم احنا. هلا شو يعني؟ هلا يعني روح. ديك الحيوان كيف ضرب الباب؟ طيب انا يعني سوري، ممكن هلا رح يدخل اخي دور اخي، فما بدي اعمل احراج لكم ولا يعني. لا ما في مشكله. لا لا يا لا 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 لا. نحن ما قلنا لأخوك ناصر يطلع لبرا مشان نمتحنك ونشدد عليك أبداً إطلاقاً، هذا الحكي مرفوض لأنه نحن منعرف إمكانياتك ومنعرف شو هو مستواك الفني، بس يعني بتعرف مشان العالم اللي برا. شكراً. على كل يعني أنا كله تمثيل ما على بالي، يعني هيك حبيت أدخل الجو مثل ما بتقولوا، يعني عمل لي كان مسلسل كان فيلم قصير طويل فضول يعني بس. على كل حال اعتبر انه فضولك اتحقق، خلاص انت صرت ممثل، تيسر وبعتنا اخوك. شكرا. حلوه مثل اخوك. ظريف وموهوب، بيشتغل من جوا. في وهره بتحس. وهره صح؟ املم ولا بينطمز. لا مش يعني لا مش مش لا لا وئام لا رئيس لجنة يعني مش بونجور. أهلين بالغالي. الغالي ولا رخيص؟ لا لا كوميديان، تعال كوميديان مهم. مرعب مرعب مرعب. لا تخاف خليك أبضاي. ناجح بامتياز بالثلاثة، وما في داعي للورك شوب كمان. البابا الله يحفظه يا رب ويديمه فوق راسنا غالي علينا كثير. البابا قال لي انه الامتحان شكلي بس ما توقعت لهالدرجة. شكلي شكلك شكله. الله يعطيك باي، شوفكن. ما هو تعريف الدبلوماسية؟ الدبلوماسية هي لفظ يوناني مشتق من كلمة دبلوما، وهي الوثيقة التي تطوى على نفسها، تصدر عن الشخص الذي بيده السلطة، وكانت تخول حاملها امتيازات خاصة. ياه شو هالعلاك المصدي هاد؟ يا قلبي اللي عم تحكي عنه ما له دبلوماسية، الدبلوماسية هي شكلسة الأمور بطريقة دبلوماسية. بالضبط. شوف شوف كيف بتكون الدبلوماسية يا ابني وتعلم من الكبار. انت قدمت له ظريف بجوز نكون حبينا او خلينا نقول حبينا، بس نحن ما رح نقبلك ابدا، مو لانك سيء، لا لظروف واسباب لا يمكن الافصاح عنها. بس يا استاذ هذا طموحي، هذا حلمي، هذا مستقبلي. هاد شغلنا، اطلع لبرا. نادونا المتسابق الثاني ليشوف.
إذنكم إني أدخل. ليش متأخر يا ناصر؟ الحقيقة أنا كنت عم تابع مجريات الأحداث السياسية. آسف. سوري سوري سوري. بكرر أسفي واعتذاري. يعني بشرفكم كيف ما بدنا نقبله؟ هندامه أنيق، كلامه بجنن و... رهيب رهيب. الحقيقة أنا يعني آسف، أنا ما بقدر أقيم الموضوع لأنه ما بتعرف. لا لا، يعني بعدين ما في داعي للتقييم. أنت لازم تكون هون معنا عم تفحص، مو عم تنفحص. هذا الموضوع يعني ما بده نقاش ولا بده تقييم. الله يعطيك العافية، تفضل. شكرا. الله معك. الله معك. الله معك. يا غالي يا أخي الغالي. أنا وصل. والله أنا ما بتقول اسمك، خلاص وصل عنك. بدي أحكي لكم. أستاذنا يعني نحن فينا نقول لك يعني ألف مبروك. ألف مبروك. ألف مبروك إلنا. إلنا. الله إلنا. إلكم سيادتكم. ألف. نحن كتبنا. هلا أنا كنت متأكد إنه الامتحان شكلي بس مو لهالدرجة. خلينا روتين روتين. تفضل تفضل تفضل. الله معك. يعطيك الله معك. الله معك. الله معك. الله معك. الله معك. الله معك. أنا مشوب من الوهرة ولا؟ لك يا زلمة شو 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 وهرة وما وهرة، نحن بقاب طبيعي يعني. شو قاب؟ بقاب نحن؟ لا أنا مفكر حالي بكانون